ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، ده انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش رايق الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقة مش رايقة. مرزوق؟ حتى انك مبحلق لي كتير. مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل اجليطس. اتفضل بلاش السايق. خليها بزازة اجليطس. كتر المزة اجليطس. اكتهم مزة يا انا. اهلا وسهلا. انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم؟ وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد ثلاث سنين. طلعت بتلتين المدة. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ انني يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف فركبك ذنوب؟ ايه عندك انت؟ حاسب ومرزوق. خير خير. درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. رزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا قول عشاني. لا عشان ابقى خفيف. يلا وحلاوتك انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. ده حلاوه قوي.
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوريو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، انت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. على واحد مش مرجله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجوز دول
اللي غيرك؟ ما يغرق، هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلب انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. قول لي العلام دي كانت تراقبين لك ليه؟ حرقت خمرت مشريه. يا نهار ابيض، ليه؟ وزع عليها البوليس، خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا، قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي خليك تجي لي في ساعه زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعاده البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعاده البيه، بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفش على الفلوس، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعاده البيه، وده في البيه دلوقتي يا سعاده البيه. اكل ولاد السبعه منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، بلا ولادك بلا زفت. بكره هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفايه؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شويه؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دول، اتفضل السعاده بقى، اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعاده البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شومه واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن واطرح مكاني يا سعاده البيه. زهره جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد واجرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش، مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تزرنيش، فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه. امين بقول لك ايه؟ مش عارفه انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا، اتفضل يا سعاده البيه. شوف دي على مقاسك، ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله، ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان، ده صاحبه يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل، وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني، بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بتخليك حلو. ما اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة، تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. ايه هتغرقها يا رخا؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم، ايه ده؟ دي امانة. ايه هتوصلها؟
لا هبيعها. هتبيع الأمانة؟ أصلك ما أنتش فاهم، الباشا حسان عايزنا نبيع له العربية دي وهيدينا 10% والبيع هتتم باسمي. اسمك أنت ليه؟ أصله عايز يكبرني. كبرك ده إيه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ أنت بالشغل اللي عنده من أمتى؟ أنا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك إيه؟ الحكاية دي فيها إنا. إيه؟ فيها إنا. بالعمل يا صاحبي. أنا واقع من جوع ولازم آكل عشان أعرف أشغل الجمجمة. هأكلك أحلى طبق كشري. كشري. لا 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 بلاش شطه، دي ملهلبه قوي. حط صبعك فيها وهي تبرد. ايه يا معلمه؟ الشطه خفيف. هجيب سجاير واجي لك يا صاحبي. ماشي. ثلاثة دوبل صلصة زيادة. صلصة خلصت. طب ما تحطي له شوية مش. جرايه يا سيدنا، ما تقف قوي وتتكلم عادي لما أعرف. أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرسوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ انا عملت لها حاجة، انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجة يا معلمة، الراجل بيضحك معاك. ده محلك العيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرأ يبقى يروح لقرقوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمة لو عملتها تاني. يا هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل، اتنين كشري دبل. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. دليا نعملها معاك. هتقول فين القهوه يا ابني؟ من عينيا يا ست كل. ها سليمه الحمد لله. انا عارف بيجوا كده ايه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. شكرها حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه رايك في الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه؟ دي بشوكها يابا، دي بنت بنود. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هال يا مين؟ الحكومه يا اخوانا. احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صوره ما قلنا لك. كلمه البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص يا عم. انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعه. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخساره. يلا بخساره زي بعض. انت الحياه اللي معايا جدع. خلاص بقى. ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركه. اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. الباقي منسجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منهج. خلاص خلاص اهو باك اهو. خليهم اتنين. اتنين. اتنين حلوة يا حاج خلاص. وايه ده الحلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف ما صح. أنا ما أحلف يا أخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص. أدي باك اهو كمان. كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي اسم المشتري. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاعلي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاعلي.
بطاقة شخصية ولا عقلية؟ شخصية. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقة طالعة من القصيرين. اه القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الأشول الشهير بسونة. نملة البطاقة كام يا سونة؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15000 جنيه. امدح حد يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي يا اشول. امدي يا اشول. والنبي ابن حلال. امدي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا سلام. سلام يا صاحبي. دي كلها لا مؤاخذه يا كوتش، اصل وانت في السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي بكش ادينا احسن. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمه دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته. ماشي. شيل منابع يلا. العينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري.
اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه اللي بعد. العظيم اللي مش عارف ازاي. خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يا بركات. حسن لاش ولا سعادة البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعادة البيه. بركات. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له يا بركات. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه، اصبر. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين الفلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كانت عيالة؟ انا اول مرة اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمره ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبني ده؟ لا مؤاخذة يا سعادة البيه، ما حاجة تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شوية واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغة في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربية؟ ما حصلش، مستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايدة معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبق واحده يا باشا. حجام. لا سعاده الباشا ومقام سيد الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت يا بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وادي دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعاده.
خدهم امين، يخرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه ده هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواكب عربيه مسروقه. ما قلنا لك مش مسروقه، عربيه ملهاش دوسيه. يعني انضحك علي تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا وديني الابخار عليك. صباح النبي يا صباح النبي يا صباح النبي. لا اله الا الله. هو انا عارف معذور، معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. نعم ديال ايش ايام تعبان ده، ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهوري. اخد طاقتي. يلا. تعيش يا باشا. تعالى بقى يا رح تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده، انت هتحط في نافوخك جد؟ وانا عاد فيها نافوخ، انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا، سيبه الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوا له، لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه مالهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو. وريني عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المؤبد. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. بعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هيت. كفاية بقى، كفاية أرجوك.
اه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بين الناس حد الله ما بينه وما بينه. ليه يا مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. عايزين الحلاوه بقى يا حاج. من عيني حالا نجيب الساعه. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رأيك بقى هنخليهم 20% ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. البركة. يا قليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكله لي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. هبقى حليلك جوه ببسبوسة. لا، أنا عايز أحلي بقبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه. ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ عصام من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما شافش من الغربال يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ يشاركنا فيها؟ انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي خليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا، دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاريه كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوا العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من المعلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. قبل ما يخلص يا بندية. يلا 3:30 3:30 الواحدة يا بلاش.
ثلاثة ونص الواحدة. ادي 100 حباية. ثواني قبل الرجالة ما تفرغ نقلة على العربية اجيب تمن نقل مع البلد. قرب يا بلاش الواحدة ثلاثة ونص. ادي 100 حباية. قرب. يلا الواحدة ثلاثة ونص. 100 حباية يا بلاش. قرب يا معلمين. الواحدة ثلاثة ونص. 100 حباية. وادي 200 حباية. الواحدة على ثلاثة ونص يا بلاش. قرب يا معلمين. ده كده كتير يا قلطة. والله انا عبد المأمور عندكم صاحب المال فاهموا معاه. حاجة بالعقل. لما تقع علينا البطيخة بثلاثة جنيه ونص هنبيع عليه الزبون بكام؟ إن شاء الله بمية. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه. السبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذه اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي وماشي المزيد. أربعة جنيه. أربعة جنيه لوكاسيون. بقول لك إيه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطة وده نصيبك يا زوكة وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم ليه بقى؟ ان شاء الله هنشغل الحساب. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكة. بتفهم في الطب؟ ها ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكاف دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بقى اللي حجمنا عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمي في ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي. مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في داري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاتة جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخل معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا شخل لجيبك. جيبي مخروق. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم احنا هنناسبه. اسمع بلدينا هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربية بالهداوة بس يا معلم. تعال بس عايز كام؟ 200 جنيه. تعال لحدهم لك. تعال معكش ولعة؟ معايا. خليو ده
حاضر يا كوتش حاضر. هيجيب العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. تبنا يا بلدينا. صلاح النوبه. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. طب ادينا 100 بطيخه بساعه امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيد المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. يلا بينا يا معلم. يلا بينا يا معلم. تعالى بص باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. تعال يا بوس 2 ونص 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 قول العربية اللي بالسعادة. اتنين ونص. قول لاخور. جدع. انت قلت ايه؟ 150. 150 اتنين ونص. وتعالى وبص. اتنين ونص. تعالى وبص. وراك يا صاحبي. واحد. اتنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. عشرة. يلا انت من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة واحنا واقفين في ملك ابوك. ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت هو ايه يا معلم بلاقي؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص.
ولو سبناها مفتوحه عدم المؤاخذه على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيت والبضاعه دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقع في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عامل معروض بقى. ايه اتكلم. عايزنا نبيع له عمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت بيه رمي الجدة تبيه جدت يا ابني. الله 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 عيني. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حط العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. اتنين ونص وتعالى بص. اتنين ونص تعالى بص. اتنين وبس تعالى بص تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس تعالى بص. اتنين وبس جرايه يا باشا. انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم. من ساب كاره اتقل مقداره. الله. امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقول يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض. انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله. امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذه؟ ناسع مني 10 بواكي هو الواد صح؟ معقوله دي؟ حد يلسع من الباشا بريزه؟ وده اللي حصل. لما برج من نفوخي حيشت. الله. يعني دي مش اول عمليه يعملوها العيال دول؟ اكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشويه عيال زي دول. امال عدم المؤاخذه سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم اخويا. وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الاقل حتى تدينا خبر؟ ايوه ما هو لا اله الا الله. ما قلت لك ان الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وانت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ ازاي ما مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده. وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. الله. ده احنا افتكرناهم من رجالة الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاسي؟ جبتك سعيد. مع السلامة اتفضلوا. ألو؟ أنا أمين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق. اي خدمة. اهلا يا معلمين. افتحوا الطريق. خد. ليش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما وسعونا من غير ما ندفع. ابص لقدام. ايه الحكايه؟ السواق ده
نايم؟ لا انا مش نايم، ده عربيه الباشا. باشا الرجال. حاضر يا معلم. Thank you.
مش مقبوله بالسهل. تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا، مش كده بركات؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شهر وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. نشوف ايه.
عدي عدي يلا على الصهوره، حول على العربيه بسرعه يلا، ما تخليش ولا كرتون يلا يلا اتحرك الصهوره بسرعه، عدي على العربيه بسرعه يلا اتحرك. كله تمام يا كوتش، العربيات اتحملت. لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. فأمرت ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنه التفاح يا بلاقسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خرده وكلت البلح، هي دي الرجوله يا رجاله؟ ما هو عدم المؤاخذه خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بابكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي اول غلطه يا كينج. كل نهايه ولها بدايه يا باشا. ما هو غور ملوش سعاده، امين؟ ايوه كينج. هاتلي العيلين دول من تحت تقطيق الأرض. عروستك انت يا حلو. انا بس ده كتير قوي عليا، واحنا عندنا اغلى منك يا بطه، مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. وصلي صلي السلام يا رجاله، ده انا جاي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا باصله وكل عضه بدمعك. حلوه صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصني جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوي قلوب. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. اخلص انت،
انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو انا اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تبن، ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما أمن له، راح لدع لدعته، قلبه ما استحملش الحسرة مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، اهو مرزوق اللي قلت لك عليه. نارو ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك. طول عمرك ذوق والله العظيم. يا فندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. بيه بالصلاه على النبي، احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتوهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا لا يا صاحبي، الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم، والباقي الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. اي موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50. 20 40 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. افتح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك.
الفلوس عندي جاهزه، انت عملت ايه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الامضه. تعدى عليا ولا عدى عليك؟ ايه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت، اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ وش معنى يعني انا اللي خططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم الجيار. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربية والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرط في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكالة مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظلك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المديرة. ولازم نحلم بالحاجه عشان نحققها بفلوس الجيار. كل ما ليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفله عند الجيار، عيد ميلاد جيجي سكرتيرته. انا ادخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت ابويا؟ ده لا يمكن ابدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجه عشان يعرف يضربه فين.
الولايه الشروقه يا جدع ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي. لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه. برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله 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 يا عمرو. ايوه كده مش ماشي. ايدي اديله. ادي اديله. ادي اديله. ادي اديله. اديله. افتكر كفايه كده شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. يا جدع انت خليها مبسوطه عارف؟ طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين ما تزودش عن ثلاثه لتبرطشك هي. ما تيجي تبرطش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برتوشه. شغل حواري. حط برتوشه. اديله 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 اديله. الله يا حبي الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تبسط يا امين. احسن برضه عشان صحتك. ايه ابني بيبي دول يا استاذ؟ لسه شوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه. بحاجه تانيه. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن يا عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي. واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزة. Thank you.
وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني لو اقول لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خلو في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟